مواهب سعودية اختفت عن الملاعب رغم تألقها. فهد الخشيان اللاعب اللي تألق بشكل كبير مع الهلال السعودي ولعب لنادي اي زد الكمار الهولندي وانهى مسيرته مع نادي النصر السعودي وما قدم المتوقع منه خلال مسيرته. والخشيان واحد من افضل لاعبين الجناح الايمن في تاريخ الكرة السعودية. الخشيان لاعب مهاري من الدرجة الاولى وساهم في تحقيق الكثير من البطولات، ولكن كان متوقع انه يقدم مسيرة افضل.